في الدنيا وفي الاخره على الكعبه يا لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام نهايه الايمان نهايه الصدق كرر ايها الانسان لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام تكرارها ما احلاها ما ابهاها ما اعلاها كل الابد من مولاه لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه فجاءتنا في الاخبار عن النبي المختار ان افضل الاذكار لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله عليه السلام جمع اسمعنا التوحيد ولا لك بالعمل كرر ايها المريد لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام اكبر لا اله الا الله هي الروح لا اله الا الله لا اله الا الله إذا لقيت في خير يا سيدنا رحمة الله
محمد صلى الله عليه وسلم.